الشعراوي دحال المغامسة. من أعظم من من الله عليه بهذا الأمر الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، الرجل إذا فسر القرآن يفسره بأشياء عجيبة. ما عنده حاجة، لكن الناس أي واحد بيبكي أو عنده فصاحة لسان بيتخموا وراءه، بالذات إذا جابوه في التلفزيون. في ناس عندها مرض اسمه تلفزيون، لو واحد والله بس لف له إن شاء الله سروال في راسه وجابوه في التلفزيون ولا بب بب عالم كبير عشان جابوه في التلفزيون، ده كله باطل يا ناس، ده الجهلة. وهؤلاء أمثال الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العام. طيب، أما الشعراوي ده رجل قبوري، رجل يدعو إلى عبادة القبور ويدعو إلى جواز البناء على القبور، بناء القباب والأضرحة وإدخال القبور في المساجد. ولما سألوا عن ذلك قال بجوز، لأنه قالت طبعا قال في أدلة، قال الدليل إنه الأثر موجود وقبور الأولياء والصالحين داخل المساجد. لو أن رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر نعم على نفقته الخاصة، نعم أيوة، فهل هذا جائز؟ ولا في شيء. احنا النبي موقبه في المسجد، والازهر موجود، وقبور الاولياء كلها في المساجد، التنطع ده سيبنا منه. هل في دليل اسمه الازهر موجود؟ اسالكم بالله، هل في دليل اسمه الازهر موجود؟ يا اخي الدليل ما قال الله وما قال رسول الله، لانه ربنا قال: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرجل يدعو إلى عبادة القبور، والرجل ينكر استواء الله على عرشه. لما نقول له إن ربنا في السماء ينكر هذا الأمر. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أما الناس بتفتكر لما نقول يا رب لعالي كده اننا يعني ربنا هنا، ربنا ما فيش له مكان يسعه. وينكر عذاب القبر ونعيمه. إن عذاب القبر وعذاب الآخرة، القبر ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب حيبقى في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: يا عائشة، إن عذاب القبر حق، وغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة. فالرجل ضال، لكن العامة إلا من رحم الله بتخم دائما بوسائل الإعلام، ووسائل الإعلام في الغالب الأعظم الأعم ما بيظهر لك إلا زول ضال وزول مبتدع، عشان يضيع إيمان الأمة ويضيع عقيدة الأمة التي ورثها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.